مرحبا وسلام، السلام على اشرف المرسلين، سلام الله عليكم احبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو، احببت فيها ان اخصص هذا الفيديو لهذا الزر الهوم الذي لا يستغله مع الاسف مجموعه من الاخوه الكرام في هواتفهم الذكيه. هذا الزر اخواني الكرام يمكن ان يقوم بمجموعه من الوظائف التي سوف تساعدك كثيرا، واسمحوا لي شوي ان اتكلم حول الموضوع حتى تفهمون يعني ما أريد أن أقصده، قد أطيل عليكم ولكن المهم هو تعرفون هذا الأمر. فالبعض يعتقد بأن هذا الزر فقط للضغط لا غير، ولكن الحقيقة غير ذلك. فإذا سحبت يعني يدي إلى اليمين كما سوف تشاهدون من هذا البرنامج الذي أو التطبيق الذي سوف نستعمله يعني في الدرس الذي سوف يأتي إن شاء الله، فإذا سحبت يعني اليدي لاحظوا معي إلى اليمين، فهذا الحركة تعطي وظيفة أخرى لهاتفك، يعني فسوف تحصل على كي. هذا الكي سوف تضيفه إلى ملف يعني في النظام، وفي ذلك الملف النظام قبل أن تقوم يعني بإضافة الكي يجب أن نقوم بمجموعة من الخصائص أو الخطوات يعني قبل أن نحفظه ونضيف إليه يعني وظيفة أخرى، يعني مثلا كرفع الصوت عندما نسحب بهذا الشكل أو خفض الصوت إلى غير ذلك، يعني مجموعة من الأشياء. فمثلا أنا شخصيا قمت بهذا الأمر، إذا سحبت مثلا اليدي إلى اليمين كما سوف تشاهدون يتم إغلاق الشاشة، لكن إذا سحبت يعني اليد يعني كما سوف تشاهدون إلى اليسار يفتح يعني الشاشة. هذا الأمر يعني سوف نتعرف عليه في درس مستقل كما ذكرت لضيق الوقت، لأنه يعتمد على مجموعة من الخطوات الكثيرة جدا وتحتاج إلى التركيز حتى أشرح لكم يعني جميع الأشياء كما فعلت أنا شخصيا. لكن في هذا الدرس أيضا الذي لا يقل أهمية يعني سوف تضيف أيضا وظائف لهذا الزر إخواني الكرام في هاتفك عبر هذا التطبيق الجديد الذي فقط بعد فتحه سوف تقوم بالضغط على هو وهنا كما سوف تشاهدون، ثم يعني سوف تقوم بتفعيل هذا الخيار وسوف يعطيك يعني مجموعة من الأشياء التي يمكن لك تخصيص بها يعني زر الهوم. مثلا الضغطة واحدة تحدد مثلا ما الذي يريد أن يفتحه، يعني مثلا أن يرجع إلى الوراء أو يعني يفتح النوافذ التي أو النوافذ التطبيقات والأقسام التي فتحتها إلى غير ذلك، أو إضافة إليه مثلا أبليكاسيون يعني مثلا فتح تطبيق معين إلى غير ذلك. يا إخواني الكرام مثلا ضغطتين يعمل أي شيء، مثلا سوف أعطي هنا وظيفة مثلا أبليكاسيون معينة مثلا هذا التطبيق تعلم لغات، فعندما سوف أقوم باختيار مثلا دبل كليك لهذه الوظيفة وعندما سوف أضغط مرتين لاحظ معي بأنه يفتح للتطبيق الذي قمت أنا شخصيا باختياره، وهذا مهم جدا أن تقوم بإعطاء وظيفة أخرى لزر الهوم يعني حتى تدخل إلى أشياء كثيرة جدا في هاتفك بسرعة. دائما زر الهوم كما سوف تشاهدون مثلا الضغط مطولا عليه، فيعني سوف أعطيه وظيفة معينة مثلا أعطيه مثلا مرة أخرى أن يفتح لي مثلا تطبيق آخر كنموذج، مثلا يفتح الفلاش كنموذج. لاحظوا معي عندما ارجع الى الوراء وعندما سوف اضغط مطولا على زر الهوم لاحظوا معي يفتح الفلاش. يعني هذه الوظائف يمكن لك اضافتها يعني الى زر الهوم حتى يعني تقوم يعني بالدخول الى مجموعه من الاشياء في هاتفك بسرعه احباب في الله. كما ذكرت يعني يعطيك ثلاثه يعني خيارات، الضغطه واحده وهنا تختار اي شيء تريده كما سوف تشاهدون، الضغطتين يعني ايضا تختار اي شيء تريده، ضغطة مطولة يعني تختار أي شيء تريده. فنفس الشيء بالنسبة لل يعني مثلا الزر الخاص بالفوليو يعني هذه الأزرار الأخرى فيمكن لك إعطائها وظائف أخرى إخواني الكرام. بالتالي بهذه الطريقة مثلا الرجوع إلى الوراء هنا يعني هذا الزر هذه تحتاج إلى أن تشتري التطبيق يعني بالنسبة لهذه الأزرار الأخرى. أيضا زر الأزرار الخاصة برفع الصوت وخفض الصوت فيمكن لك أن تقوم بإعطاء لها يعني أيضا وظيفة أخرى، مثلا عندما أضغط مطولا يعني على زر خفض الصوت يفتح لي أي شيء، مثلا سوف أعطيكم نموذج مثلا أعطيه يعني تطبيق آخر أو أعطيه وظيفة أخرى مثلا الكاميرا يفتح لي الكاميرا. لاحظوا معي عندما سوف أضغط مطولا فسوف يفتح لي الكاميرا كما سوف تشاهدون. بالتالي هذه الطريقة جميلة جدا
حتى تقوم بتخصيص زر الهوم يعني، وتضيف وظيفة أخرى، وأيضا باقي الأزرار يعني الموجودة في هاتفك أحباب في الله. أتفكر في هذا الدرس، وكما ذكرت يعني كنت أريد أن أضع لكم الدرس الخاص بهذا التطبيق، أو يعني هذه المفاتيح التي سوف نضيفها إلى ملف النظام بطريقة احترافية كما ذكرت، وغير موجودة نهائيا في أي موقع عربي ولا غربي ولا اليوتيوب، لكن يعني ستحتاج إلى تقريبا 20 دقيقة حتى أشرح هذه النقطة، وتحتاج أيضا إلى الروت. إذا كنت تريد هذا الأمر عندما تسحب يعني وتسحب إلى اليسار والأعلى واليمين، ففقط اضغطوا على اللايك، وسوف أخصص درس حول هذا الموضوع الذي سوف يكون مهم مهم جدا. سوف تشاهدون حركات يعني جميلة للغاية عندما سوف يكون لدي الوقت، يعني سوف أخصصه اليوم الاثنين إن شاء الله. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، فكما سوف تشاهدون يعني عندما سوف أضغط مرتين يفتح لي التطبيق الذي أريده، عندما أضغط مطولة سوف يفتح لي الفلاش كما سوف تشاهدون، عندما أيضا أضغط على هنا يعني مطولة سوف يفتح لي الكاميرا كما سوف تشاهدون. ستعملنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارتنا على موقعنا دبليو فيديو بونتيكلا 5.com، واللي على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حافظ981فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.